طيب الدالة دي هي عبارة عن اف، تمام، دالتين، أول دالة اف اوف اكس والتانية جي اوف اكس، ودي جذر 25 ناقص اكس تربيع، والتانية دي هي جذر اكس ناقص 3. كل اللي عامله عايز الاف اوف جي، تمام. الاف اوف جي يعني هتاخد الجي تحطها جوه الاف، قيمة الجي تحطها جوه الاف. فين في الاف؟ عند الاكس، يعني هتشيل الاكس اللي جوه الاف دي وتحط مكانها جذر اكس ناقص 3. هو عمل كده فعلا، قال لك ان جذر 25 ناقص، شال الاكس دي، تمام، وحط مكانها جذر اكس ناقص 3 اللي بتاعت الجي اوف اكس، خلاص، والتربيع سابه زي ما هو. يبقى دي كلها معادلات رياضية، خلاص. يعني التربيع طبعا هيشيل الجذر، يبقى 25 ناقص اكس زائد 3 عشان السالب هتضرب جوه، تمام، هتبقى جذر 28 ناقص اكس، وده هو ناتج الدالة الأولى اللي هي دي. حلو قوي. نجيب الدومين بتاعه، هو طالب الدومين بتاع الدالتين مع بعض، فانا اجيب الدومين الاول بتاع الدالة دي والدومين بتاع الدالة التانية واقول التقاطع بتاعهم مع بعض. ادي دومين الدالة دي هو عبارة عن 8 اللي هو تحت الجذر ده، المفروض ما يساويش سالب واحد، خلاص، يعني يبقى اكبر من او يساوي الصفر. يبقى 28 ناقص اكس اكبر من او يساوي الصفر. طبعا 28 هتروح الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى سالب 28 بتساوي سالب اكس اكبر من او يساوي سالب 28، هتضرب في سالب واحد، فالإشارة بتاعت المتباينة هتتغير، من أكبر من هتبقى أصغر من، ماشي، عشان ضربت في سالب واحد، هيبقى إكس أصغر من أو يساوي 28، ويبقى ده إيه؟ مجموعة الحل. دومين، هتجيب الدومين بتاع الجي، دومين الجي هو اللي تحت الجذر برضه، اللي تحت الجذر برضه، تحت الجذر إكس ناقص 3، هيقول إكس ناقص 3 أكبر من أو يساوي صفر، وطلع عليه الدومين زي ما أنت شايف. هو بقى عايز تقاطع الدومين ده مع الدومين ده، خلاص، عايز دومين الجي اهو اللي هو ده دومين الجي اللي هو 3 اللي ما لا نهاية، تقاطع الدومين ده اللي هو سالب ما لا نهاية 28، خلاص. التقاطع يعني هتاخد الأرقام اللي مقفولة، يعني هو هنا في رقم 3 وهنا في 28، دي الأرقام المشتركة بين الدالة دي والدالة دي، يبقى 3 و28، والباقي طبعا ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية بالشكل ده. يبقى عند التلاتة والتمانية وعشرين هتظلل بالشكل ده، وتقول له ده كده ما لا نهاية سالبة، وده ما لا نهاية ايه؟ موجبة. وبكده اتحلت المسألة دي. هتحل برضو الجي اوف اكس بنفس الطريقة، تمام، نفس الخطوات يعني، بس ده كده طريقة الحل بتاعت المسألة دي.